الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيدات والسادة، التاسع من مارس عام 69، يوم تعطرت فيه أرض مصر بدم ما زالت رائحته تفوح مسكا حتى الآن، يوم انشرح فيه صدر سيناء وتبسمت رمالها وهي ترقب مشهدا عجيبا وفريدا يحدث على الضفة الغربية للقناة. ذلك المشهد جعل أرض الفيروز توقن تماما أن عودتها إلى أحضان الوطن الأم باتت وشيكة، كما أيقن العدو قبل الصديق أن جيشا به أعظم رتبة عسكرية تتساوى في ميدان الشرف والقتال مع أقل الرتب والدرجات لا يمكن هزيمته أبدا. إنه يوم استشهاد القائد والقدوة الجنرال الذهبي الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة آنذاك، وقد اتخذت مصر من ذلك اليوم عيدا تحتفل به كل عام لتحيي ذكرى شهدائها الأبرار من رجال القوات المسلحة ومن رجال الشرطة وكل شهداء الوطن. هذه هي الندوة التثقيفية 39 التي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد تحت عنوان ويبقى الأثر